مرحبا واهلا وسهلا فيكم مشاهدينا بحلقه جديده من برنامج فولو اب. بدي اقول لكم كل عام وانتم بخير، هابي نيو يير، وان شاء الله هالسنه تكون سنه خير علينا كلنا. شو صار ب 2018؟ صار كثير من الاحداث. كان 2018 حافل بالاحداث اللي اثارت الاهتمام على مواقع التواصل الاجتماعي. خلينا نشوف شو هي اكثر الكلمات والمواضيع والشخصيات اللي كانت الاكثر تداولا على جوجل بالوطن العربي لعام 2018. خلينا نبدا بمصر. خلينا نشوف مصر كيف كانت، او اي اكثر الاحداث والشخصيات اللي كانت ترند لها الاسبوع او لا سنه 2018. كانت نتيجه الثانويه العامه لعام 2018، محمد صلاح دعم مصر، مسلسل نصر الصعيد، وكاس العالم. اكيد محمد صلاح كانت ترند لها الاسبوع، لهالسنه، انا بقول لهالاسبوع لاني تعودت لهالسنه، لانه من كثره الجوائز اللي حصدها مع نادي ليفربول خلال سنه 2018 دعم مصر، لانه الحكومه المصريه كانت دائما تقيم حملات لدعم مصر وطبعا المصريين. مسلسل نصر الصعيد ايضا كان ترند لهالسنه على السوشيال ميديا، وكان له نتيجه البحث عاليه كثير، وهو كان برمضان. وايضا كاس العالم طبعا، لانه مصر كانت من المشاركين بكاس العالم لهالسنه. خلينا ننتقل للسعوديه ونشوف السعوديه شو كان هي الاحداث فيها الاكثر تداولا لعام 2018 على جوجل. اغنيه تعال اشبعك حب طبعا كانت الاكثر تداولا بالسعوديه، عائله فيحان، وايضا قطار الحرمين، كلام اصفر، ومباراه السعوديه وروسيا. تعال اشبعك حب كلنا بنعرفها وكلنا سمعناها هالسنه، وكانت الاكثر شعبيه ومشاهده ايضا على يوتيوب. عائله فيحان هي عائله بتعمل سكتشات على السوشيال ميديا، كمان كان لها شعبيه بالسعوديه. قطار الحرمين هو القطار اللي بيربط الحرم المكي بالمسجد النبوي الشريف اللي افتتحوه بالسعوديه لتسهيل الحركه بيناتهم. وايضا كلام اصفر، وهو مسلسل ايضا كان ترند لهالسنه على جوجل، انا لسه بقول لهالاسبوع. واخر شيء مباراه السعوديه وروسيا، لانه كانت هي افتتاح مونديال روسيا لعام 2018 بكأس العالم. رح نشوف ايضا الامارات شو كان فيها الاكثر تداولا لعام 2018. باسبورت اندكس، لانه كان الجواز الاماراتي طبعا تصدر الجواز العالمي الاول عالميا، فكانت نسبه البحث عليه عاليه. وورد كاب ايضا كأس العالم، لانه اقيم كأس العالم للانديه بدوله الامارات العربيه المتحده واللي حصده ريال مدريد. ميغان ماركل زوجة الامير هاري طبعا كانت إثارة للجدل لهالسنة بعام 2018، وحققت نسب كتير بحث. The Nun هو فيلم رعب حصد ملايين الأرباح خلال هالعام، وطبعا عمليات البحث. بيتكوين، وهو العملة الوهمية اللي كانت على الإنترنت، اللي هي طبعا كتير من الناس، هي طبعا بالبورصة كتير من الناس تداولتها وتعاملت فيها. هي كانت كل الكلمات والمواضيع الأكثر تداولاً على جوجل لعام 2018. طبعا مشاهدينا، واكثر التغريدات اللي حصدت اكثر نسبه تفاعل وشهره لعام 2018 حنشوفها اليوم بحلقه اليوم، كون هي الحلقه متخصصه لحنشوف شو صار ب 2018 على السوشيال ميديا. كانت تويت لفتاه، طبعا هي التويت هي نشرت صوره على تويتر وعلقت عليها وقالت: لقد التقطت اختي لي هذه الصوره، لكنني اشعر انها تستحق ان يراها، وتستحق ان يراها عدد اكبر بكثير على السوشيال ميديا. طبعا هي التغريده حصدت اكثر من 400 الف تويت ومليون لايك و4000 كومنت. كمان رح نشوف ايضا شخص نشر فيديو على تويتر، طبعا هذا الفيديو حصد اكثر من 500 الف تويت ومليون لايك و7000 كومنت واكثر من 30 مليون مشاهده. خلينا نتابع هالفيديو مع بعض ونشوف، شو هو. Two.
أيضا فيديو انتشر على تويتر وحقق أكثر من 17 مليون مشاهدة وحوالي 1.5 مليون لايك. رح نتابع هالفيديو مع بعض ونشوف ليش سبب حصده لهالملايين التفاعل على تويتر. I love it. It is a fresh. It's fresh. It is fresh. It's good. I like it. والشخصيات الأكثر جدلاً بعام 2018 على تويتر كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب الجدل اللي أثارته تغريداته على تويتر، وكان أشهرها قوله بأنه أوقف حرب كانت وشيكة على محافظة إدلب بتغريدة على تويتر، وأيضاً تغريدة حول مهاجري المكسيك يلي قصدوا الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة سوء الأوضاع الاقتصادية ببلاده. طيب كمان سنة 2018 كانت مليئة بالتحديات اللي انتشرت على السوشيال ميديا وحققت تفاعل واسع كتير بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي عربياً وعالمياً، وأشهرها رقصة كيكي على موسيقى أغنية In My Feeling. طبعاً هاي الرقصة اللي سببت ملايين أو مو ملايين كتير من الحوادث وحالات الوفاة للأسف هي للنجم دريك. كمان تحدي تقليد حركات الكائن الفضائي، وأيضاً تحدي بوم فلوس اللي بيحاول فيها المشاركين الرقص على موسيقى بوم تيستو. كمان واحد من التحديات أيضاً اللي حقق انتشار على السوشيال ميديا وهي تحدي Invisible Challenge، وغيرهم كتير من التحديات اللي حققت انتشار كبير على السوشيال ميديا لعام 2018 مثل Don't Touch Me، The Neymar Challenge، What the Fluff Challenge، The Dilly Ali Hand Challenge أو Momo Challenge، وأيضاً Falling Stars Challenge، وأخيراً Snot Challenge. خلينا نتابع هالتحديات مع بعض على السريع ونتذكرهم. تحدي تقليد حلقات الإيليان كان من أكثر التحديات اللي أنا حبيتها وجربتها بصراحة بس فشلت. طيب مع دخول العام الجديد 2019 أطلقت الإعلامية زينة اليازجي تحدي جديد للتبرع لصالح اللاجئين السوريين بالمخيمات عبر مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. زينة نشرت فيديو على حسابها على الإنستغرام أعلنت فيه عن تبرعها لصالح اللاجئين، وتحدد الفنانة المصرية نيلي كريم والفنان الفلسطيني محمد عساف، وبدأ ينتقل هالتحدي بين الفنانين والإعلاميين والرياضيين أيضا العرب ليصل لمهيرة عبد العزيز وهند صبري وسامي الجابر وماجد المهندس ومي عز الدين. خلينا نتابع هالتحدي كيف بدأ وين وصل. بداية كل سنة كل واحد منا بيتحدى حاله أنه يعمل أشياء جديدة ومهمة بالنسبة له، بس أنا حقيقة بدعيكم للمشاركة بتحدي اسمه تحدي السنة الجديدة. هو تحدي مختلف، أنا قررت أني أخوض هيدا تحدي السنة الجديدة بالتبرع لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لأني مقتنعة أنها رح توصل هذه المساعدات للاجئين اللي هم بأمس الحاجة. أنا تبرعت وبتحدى نيلي كريم، محمد عساف
وفايز المالكي. وأنا قبلت التحدي يا زينة وحشارك في تحدي السنة الجديدة بتبرع على شؤون اللاجئين لمفوضيات الأمم المتحدة السنة دي، وبدعوا كمان زملائي، وبتحدى هند صبري وأمير كرارة يشاركوني. بس إيش رأيكم هذه المرة نبدأ بداية مختلفة؟ قبل ما نتكلم عن الأمانة والأهداف والأمنيات، خلونا نفكر ولو للحظة بالنعم اللي إحنا عايشين فيها ونحمد رب العالمين عليها، نعمة الأمن والأمان والاستقرار والصحة وغيرها كثير، ونعم يمكن أكثر بساطة مثل الشعور بالدفء في الشتاء، هي نعمة يمكن عندك بسيطة بس عند غيرك حلم كبير. وأنا عشان كده بدعوكم للانضمام لتحدي السنة الجديدة بالتعاون مع مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة اللي هدفها نشر الأمل وأكيد أساليب التدفئة والملابس الشتوية للاجئين. يمكنكم التبرع من خلال موقع المفوضية ونتصور مثل هذا الفيديو وتدعو أصدقائكم للانضمام لهذا التحدي. وأنا بدوري بدعو ياسر القحطاني، مي عز الدين وماجد المهندس للانضمام لهذا التحدي، وكل عام وأنتم بألف خير. طيب مشاهدينا، هند صبري ما نشرت فيديو بس تشاركت أيضا على تويتر وقبلت بالتحدي وقالت لو كل شخص منا تكفل بمساعدة شخص محتاج ستكون هذه أجمل هدية عطاء قبل نهاية العام. نحتاج لمئة فاعل خير يوميا لمساعدة مئة محتاج. أتحدى الآن نجيب ساويرس ومنى ذكي ومحمد هنيدي ليشاركوا بتحدي السنة الجديدة. وأيضا حنشوف محمد عساف أيضا كمان قال وأنا قبلت التحدي. حنشوف، وأيضا نتمنى كل الفنانين اللي شاركوا أو اللي تحدون الفنانين التانيين أنهم يشاركوا بهالتحدي ويتبرعوا لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. بالحديث عن اللاجئين، بالفترة الأخيرة كانت أوضاع اللاجئين جدا سيئة، والظروف اللي كانوا عم يمروا فيها بالمخيمات كانت ظروف جدا سيئة. واحد من الفيديوهات انتشر على السوشيال ميديا هالأسبوع، بتجسد هذا الفيديو بجسد معاناة اللاجئين السوريين بمخيمات ريف حلب وأيضا ريف إدلب بالشمال السوري. خلينا نتابعه مع بعض. يا جد شوي 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 يلي حقق انتشار واستغراب كتير كبير هالأسبوع على السوشيال ميديا لفتاتين أستراليتين توأم وقعوا بغرام رجل ربطهم فيه علاقة لأكثر من 6 سنين. أنا ولوسي انصدموا بالقوانين الأسترالية يلي منعتهم من الزواج من عشيقهم المشترك بين بيرن بسبب وجود قانون بيمنع تعدد الزوجات بالبلد. هو الشيء اللي دفع الفتاتين التوأم لنشر قصتهم على السوشيال ميديا بمحاولة منهم لكسب تعاطف الناس للضغط على الحكومة الأسترالية للسماح لهم بالزواج من عشيقهم المشترك. بدي أقول لكم لو كنتوا بالوطن العربي كان الموضوع سهل، بس أنتم بأستراليا. طيب رح ننتقل أيضاً لأيضاً فيديو انتشر على السوشيال ميديا هالأسبوع وحقق انتشار كتير واسع لرجلين عم بيغنوا أغاني الطفولة بطريقة لذيذة ومهضومة. خلينا نتابع مع بعض. كنت قريبا منه ألعب يا بحرية هيلا 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 وي عمي منصور النجار يضحك في يده المنشار يا بحرية هيلا 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 ماما ماما يا انغامة تملأ قلبي بندى الحب يا بحرية هيلا 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 بابا بابا يومك طابة دمت ربيعا دمت شبابة يا بحرية هيلا هيلا هيلا. صراحة هدول ما بعرف شو شربانين. طيب تابعنا أخبار درعا بالأيام الماضية يلي شهدت عمليات خطف
لبعض النساء. بظن انها توقفت هلا الحمد لله. بتمنى مع دخولنا العام الجديد انه يكون عام خير على الجميع وما بقى هالاحداث توقف صراحه على اهالينا بدرعا طبعا. لكن خلال هالحمله اللي صارت كمان كان في تفاعل على السوشيال ميديا مع هالحوادث باعتبار انه العمليات خلصت الحمد لله. فاخترنا واحده من البوست اللي انتشرت على السوشيال ميديا، انتشرت على صفحه حوران تي في. بس شو قال فيها حوران تي في؟ شو قالت؟ يا جماعه شو قصه هالعصابه اللي عم تخطف نسوان بحوران؟ بشرفي اللي بيقرب على حماتي الساكنه بالصنمين شرقي الفرن البيت الأزرق يلي على اليمين، وقت بيكونوا ولاده بالدوام من الساعة 8 للأربعة كمان عم يشرح وعندك كيلين ذهب لأمسح الأرض فيه مسح. طب شكرا لألك، هو شكله مو طايق حماته فيعني علنا بلغ عنا وهلأ نحن شكلنا نشرناها أكثر للخاطفين بدرعا. هي كان واحد من الشغلات الطريفة يلي انتشرت. طيب رح اروح لواحد من الفيديوهات ايضا يلي حقق انتشار كمان على السوشيال ميديا، موقف نبيل لسيدة لبنانية تجاه طفل بالشارع هو والدته بعد ما قامت بخلع جواربها وتقديمها للام وابنها طبعا بهالجو البارد والقارس باحد شوارع طرابلس. خلينا نتابع هالموقف مع بعض. لبسي كرستين لسه أربعة. في حلو معك. برافو عليا. يا طرابلس سيدي. ليه؟ ليه؟